المايسترو محمد عثمان، والفرقة اللي كونها اسمها أيامنا الحلوة. واضح ان انتوا في فترة قصيرة قوي قدرتوا تعملوا نوع من الانتشار مستمد من حنين الناس للحاجات الحلوة اللي احنا طول الوقت عايزين نسمعها. يعني على فكرة لما حد بيغني غنوة من الأيام الحلوة ما بنكتفيش، ممكن نسمعها من حد تاني نفس الغنوة وتالت ورابع وخامس وكل مرة بطعم. فالفكرة بقى جات لك ازاي؟ لان انت عامل حاجة لطيفة قوي هنخش في اعماقها دلوقتي. ربنا يخلي حضرتك. والله هي الفكرة جات ان انا كان معايا شباب كتير جدا بيغنوا صوتهم حلو قوي، وكلهم غير بعض، كل واحد بيغني ستايل معين كده. وكان يعني حظي كويس قوي ان كان بيجي لي كل الوان الغنى، الغنى الشعبي والمونولوجات. وقلت طب ليه احنا ما نعملش فرقه ونتحرك بيها ونعمل حاجه كده يعني. انت اصلا ايه محمد؟ انا اصلا بكالوريوس تجاره. وكنت في كليه التجاره، كنت بلعب كمانجا، وبعدين مسكت الفرقه بتاعت الكورال بتاعت الكليه. والرزق كتر بقى، بيجي لي كل سنه بال30 مطرب وكده، لغايه لما اتفلتروا بقوا ايامنا الحلوه.